لو الحكاية فيها إن فيديو. سلمى أسامة أحمد الشاذلي. سلمى أسامة أحمد الشاذلي، كلية آداب جامعة القاهرة، قسم الجغرافيا. النهاردة عشان عيد العمل 13 هنستقبل النهاردة عدة من الوزراء ورئيس الوزراء السيد إبراهيم محلب. النهاردة هنقول الحاجات المختلفة أو الأنشطة المختلفة اللي احنا بنعرضها في الجامعة، من أول من الشغل الجلدي وشغل الجوالة لحد الكؤوس الرياضية وأول النشاطات الرياضية لجامعة القاهرة كلية آداب. نشاط فني ونشاط ثقافي ونشاط طبعا. انا كابتن ولاء الساعي، اخصائيه رياضيه ماسكه نشاط الطالبات في كليه الاداب. والنهارده بنحتفل بعيد العلم، عاملين معرض الكؤوس تمام بالنسبه كلجنه رياضيه، وعاملين عرض كاتا كاراتيه كنوع من الاستعراض يعني قدام الطلبه وكده، وطبعا الاحتفاليه بتاع عيد العلم تبع جامعه عيد العلم 13. احنا في انتظار رئيس الجامعه، وان شاء الله كان رئيس الوزراء وعدنا ان هو هيشرف الاحتفاليه النهارده وهيجي يعمل جوله في الكليات المشاركه في الاحتفاليه.